مساء الفل اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم حلقه جديده وبرنامجكم اتغير مع يمنى. اسمحوا لنا نكون ضيوف خفاف عليكم في حلقه برنامج الصديقه الجميله يمنى طولان. النهارده هنكون معاكم، وطبعا مستنيين استفساراتكم واسئلتكم على صفحه البرنامج وصفحه اتغير مع يمنى استاذه يمنى طولان وانستجرام للتواصل، وكل الاسئله هنجاوب عليها. النهارده هنتكلم عن مشاكل الشعر اللي هي ما بتنتهيش، مشاكل ملهاش حدود، تقصف، سقوط شعر، خفيف شعر، ما بيتفردش شعر، مش بعرف اسرحه هايش، اللي هي لما بتيجي تسرحي شعر بنتك وتعرفيش تسرحيه. عندنا طبعا مشاكل لا حصر لها من سقوط شعر، المشاكل شعر كتيره جدا جدا. اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم دكتور احمد رشاد، احد اعضاء الفريق الطبي لمجموعه شركه ماسي فارم. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا. النهارده هنتكلم عن مستحضر هايل جدا جدا وعامل طفره كبيره جدا في الماركت، ماسي هير. بيحل مشاكل، ست مشاكل رئيسيه من مشاكل الشعر اللي كلنا بنعاني منها. عايزين نتكلم بقى شويه عن الست مشاكل وحلولها. في البدايه طبعا ماسي هير هو منتج استثنائي، منتج مميز جدا. الفورمولا بتاعته مش موجوده في اي حاجه تانيه موجوده في الماركت، وده لان كانت الدراسه بعنايه شديده جدا لمشاكل الشعر، اولا الشائعه والاستبيانات اللي احنا ابتدينا نسمعها من الناس، ونشوف ايه اكتر المشاكل اللي فعلا الناس محتاره فيها وعايزه تلاقي لها حل. وفي الخلاصه احنا يعني وصلنا للاخر للفورمولا بتاعتنا دي والمواد اللي احنا اخترناها دي عشان تعالج ست مشاكل رئيسية، أو إن ماسي هير يكون لي 6 actions أو 6 تأثيرات رئيسية. أهم مشاكل بنعاني منها اللي هي أولهم سقوط تساقط الشعر طبعا الفظيع. لما بصحى الصبح ألاقي شعري واقع على المخدة ده لوحده. مظبوط. وده كدا أول أكشن إحنا حتى موجود على عبوة ماسي هير. أول حاجة عندنا ستوب هير لوس، اللي هو وقف تساقط الشعر. المشكلة دي في الحقيقة مشكلة من أكتر المشكلات اللي بتبقى مزعجة، لأنها بس مش بتأثر على الشكل بس، هي بتأثر كمان على الحالة النفسية بشكل سلبي جدا، من حيث طبعا قلة الثقة بالنفس، إحساس الشخص إن هو لا أنا يعني عندي مشكلة، في حاجة مرضية عندي، أنا فيها إيه. طبعا دي كلها بتبقى بتأثر بشكل سلبي كبير جدا على النفسية، وممكن تؤدي كمان الى تفاقم الموضوع. يعني هي في حد ذاتها النفسيه ده لما بتبتدي تسوق، لما بتسوق اكتر طبعا بيقع اكتر، طبعا التساقط ده ممكن يتفاقم كمان. بالظبط. فاحنا يعني اخترنا ماده الساو بالميتو تكون ضمن الفورمولا دي، لان ماده الساو بالميتو من المواد اللي ليها تاثير كويس جدا على موضوع تساقط الشعر. هي طبعا بتحل المشكله من جذورها، بنوقف عمل الانزيم اللي هو اصلا مسبب للتساقط ده. فبالتالي بيبتدي عند التساقط يتوقف من اول اسبوع من الاستخدام. طيب. وده برضو يعني ميزه قويه جدا، ميزه قويه جدا، الاكشن السريع. تحسين مزاج، يعني بالزبط. اول ما هشوف ان الشعر بطل يقع نفسي مودي هيبقى حلو. بالظبط. وده برضو احنا رايناه واحنا بنعمل ماسي هير، وظفنا النانو تكنولوجي. تقنيه النانو استخدمناها ووظفناها في الجزئيه دي تحديدا، ان احنا خلينا حجم الجزيئات نفسها صغير جدا. حجم الجزيئات لما بيصغر امتصاصه بيبقى اسهل واسرع من فروه الراس، وبالتالي هيبقى عندي تاثير اسرع. فده السبب ان تاثير ماسي هير في تساقط الشعر بيبتدي يبان من الاسبوع الاول، ويبتدي بقى الاثار الثانيه بقى الاعلى شويه، اللي هو الشعر بقى الصغير اللي يبتدي ينبت ويظهر ويبتدي يملالي في الفراغات دي من الاسبوع الثاني والثالث. فده برضو معدل ده سريع، ده هو بقى النتيجه اليوميه بقى اللي انا بشوف. بالزبط. بقى حاجات تنبت دي معناها انه الدنيا بقت بالظبط طبعا. وكمان النتيجه سريعه، ويوم عن يوم ببتدي اشوف التحسن، بيبتدي يظهر فعلا على الشعر الفراغات اللي هي بتبقى موجوده نتيجه التساقط دي بتبتدي تتملي كويس، الشعر اللي كان نموه ضعيف يبتدي ينمو بشكل كويس، الشكل نفسه كمان الشعر اللي كان شكله تالف وشكله صحي بشكله مش صحي، لا بيبتدي يبان عليه بقى علامات الصحه، العمليات التغذيه كويسه للشعر اللي واصله له، اللمعان بقى والشكل الجميل. بالظبط. فبتبقى من كل النواحي، سواء من الناحيه العلاجيه ومن الناحيه التجميليه بقى، فانا بوصل لحل متكامل وشامل لمشاكل الشعر. الناحيه التجميليه بقى بحب شعري يبقى شاين كده بقى
كله حيويه وشكله بيلمع وحاجه كده، ده شعر صحي طبعا. ده يعني كده نقول ده شعر صحي اكيد. طبعا احنا من كتر ما بنستخدم حاجات تبوظ لنا شعرنا من اول طريقه الغسل، يعني ممكن افضل اغسل في شعري لحد ما اطفيه طبعا وبهدله. يعني الناس متعرفوش ان احنا بنستخدم اللي هو الشامبو ده كله كيميكال طبعا، وكله أكيد. سيليكون وكله حاجات تضر الشعرايه جدا جدا. فانا بقعد اهري بقى في شعري، اجي انشفه بطريقه خاطئه. اجي كل في حاجه كمان مهمه قوي اللي انا بستخدمها في النقطه اللي حضرتك اثرتيها دي، التنشيف. في ناس بتحب تسرح والشعر لسه مبلول. ده اكبر غلط. تمام. الشعرايه بتبقى في اضعف حالتها في الوقت ده وبتتقطع بمنتهى السهوله. فدي نقطه برضو يعني انا حبيت كده القطها، لان ناس كتير بتقع فيها وهي مش عارفه ان انا اعمل شعري واسرحه وهو لسه مبلول. وهو طبعا غسيل الشعر برضو غسيل الشعر مناسب مرتين لثلاثه في الاسبوع ماكسيمم. تمام. الشعر يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه خلق لنا فروه الراس بتطلع زيوت طبيعيه. بالظبط. الزيوت الطبيعيه دي من احسن المغذيات للشعر على فكره، فالغسيل الكتير جدا بيضيعها لي. وفي نفس الوقت برضو انا لو سبتها كتير جدا برضو هتبتدي تقفل المسام. بتقفل المسام صحيح، يعني لا كده ولا كده، لازم نظبط اللي هو اغسل شعري المعدل امتى المناسب. بالظبط. والشامبو هو مرتين او ثلاثه يا دكتور صح؟ حضرتك بتقول مرتين او ثلاثه للشعر الذهني. استفيد منه ان انا انضف فروه الراس بس ما يكونش كتير بقى. بالمرتين اللي انا هعملهم في الاسبوع دول هيكون معدل كويس ومناسب وهينضف لي، هحتاج الغرض اللي انا عايزه منه فقط. مع استخدام ماسي بقى الدنيا تبقى زي الفل. طبعا وماسي. طبعا الشكل بقى الجميل، التغذيه بتاع فروه الراس، الحفاظ على المظهر وحمايه الشعر وتغليفه بقى بطبقه واقيه، طبعا ده كله ماسي هي هيعمله. طبعا احنا اتكلمنا عن الساوف بالميتو اللي هو العنصر الرئيسي في ايقاف تساقط الشعر فورا من اول اسبوع. عندنا تاني عنصر بقى مهم بيعمل لنا بيعالج لنا من الست اكشن، الكافيين. الكافيين الكافيين من العناصر المهمه جدا، واللي احنا في المعتاد يعني احنا عارفين عنه انه منشط كويس. يعني الشخص مجرد ما بياخد حاجه فيها كافيين بيبتدي يحس فعلا علامات النشاط بتبتدي تظهر عليه. ده اللي بيحصل برضه لبصيله الشعر. في اوقات بصيلات احنا بنسميها كده بصيله نايمه اللي هي كسوله ما بتنتجش شعر. مع تنشيط الكافيين البصيلات دي اللي هي النايمه او النمو فيها ضعيف شويه او الشعر بيطلع منها ضعيف شويه بتبتدي تتنشط اكتر. لان الكافيين من مميزاته ان هو بيخترق فروه الراس بشكل كويس وبصيله الشعر بشكل خاص، يبتدي يحفز للنمو بقى. جذور الشعر بتبتدي البصيله الشعر اللي طالع منها يبتدي ينمو بمعدل قوي. غير ان في بعض الاحيان بقى البصيله الواحده بتطلع شعرتين في نفس البصيله الواحده، ده معناه بقى الكثافه بقى. كثافه طبعا. طبعا ده يبقى حل جذري وكويس جدا للناس بقى اللي بتكتر لي عدد الشعر ده، كثافه كتير كده اكيد طبعا. الشعر بقى الخفيف الناس اللي بتشتكي من موضوع الكثافه ده هيبتدي بقى يلاحظ الفرق مع الاستخدام، ويوم عن يوم يبتدي يلاقي كثافه الشعر فعلا مظهرها بيتحسن بشكل ممتاز. استخدمه ازاي بقى عشان استخدمه بالطريقه الصحيحه؟ هو طبعا الاستخدام سهل، وبرده من المميزات ان انا منتج مش محتاج ان انا استخدمه مرات كتير قوي في اليوم. هو الاستخدام المناسب واللي هيبتدي يديني الاكشن كويس مره في اليوم مساء. مساء برده عشان المساء برده بتبقى في درجه تفتح كويسه في فروه الراس، اقدر استفيد بكل نقطه بقى. اكيد طبعا. ببتدي استخدم العبوه من 4 لـ6 بخات على فروه الراس. طبعا يعني ايه لازم تكون فروه الراس جافه تماما عشان ما يأثرش على معدل الامتصاص. يعني زي ما قلنا هنغسلها ونغسل الشعر بالطريقه الصحيحه وننشفه بالطريقه الصحيحه. مظبوط. وبعدين استخدم ماسي هير بالطريقه الصحيحه. مظبوط كده. طبعا ببتدي اوزع ماسي هير على الشعر وعلى فروه الراس بشكل متوازن، بحيث ان انا اقدر اوزعه على فروه الشعر كلها. بس الاماكن بقى اللي عندي فيها فراغات اكتر، عندي فيها الشعر خفيف شويه، ممكن اركز عليها شويه. وده يفضل طبعا. طبعا يعني الاستخدام يومي. يعني خلينا ناكد برضو ان الاستخدام يومي، مش يوم يومي مش مره في الاسبوع او نمشي صح زي ما قلنا على الكورس التغذيه المطلوبه عشان ناخد النتيجه اسرع واحسن. في ناس احيانا لا انا همشي عليه هو مرتين بس في الاسبوع عشان يقعد معايا اكتر في فتره ممكنه. بتحصل. ده طبعا غلط. لا طبعا ده غلط. عشان استفيد من الاثر العلاجي الكامل بشكل صحيح لازم استخدم الطريقه المثلى في اللي نازله او اللي احنا كماسي فارم
قايلينها مع المنتج. ده علاج زي الدواء الانتيبيوتيك، انا باخده في ميعاده وما ينفعش اخد جرعه بالظبط، فدي جرعه لازم اخدها في ميعادها اكيد مزبوطة. عشان يعني اخد منها النتيجه اللي انا عايزاها. تمام، يعني حدد كمان ميعاد زي ما باخد في وقت بالليل قبل ما انام، فابتدي استخدم ماسي بالزبط. هير على فروه راس جافه مظبوط صح كده دكتور؟ كم ضغط؟ هو سبراي، هو سبراي بالظبط. هو سبراي طبعا سهل ارشه بسهوله، ابتدي اوزعه بسهوله، وجنتل مساج كده او مساج خفيف كده، منها ان انا اوزعه منها في نفس الوقت بقى بحرك الدوره الدمويه شويه كده في فروه الراس، هتساعد معايا برده في الامتصاص بشكل كويس. هايل جدا جدا. احنا قلنا كمان عنده في حاجه مهمه في ماسي، بيزود لي كثافه الشعره نفسها، مش طبعًا. كمان يعني هو بيعمل لي حاجتين، بيزود عدد الشعرات في البصيله بيبقى مزبوط. كذا واحده وكمان الشعرايه الواحده كمان بيخلي لي السمك بتاعها اكبر. اكيد طبعا، زي ما قلنا البانسينول. البانسينول يعني غير ان هو طبعا ليه دور كويس في ان هو الشعر التالف بقى والشعر المتقصف او اللي فيه كراكس في الشعرايه نفسها، بيبتدي هو يملى الكراكس دي ويديني الانتجريتي بتاعت الشعرايه بشكل كويس جدا، يبتدي يحسن لي مظهرها، الشعر اللي كان تالف او المقصر قبل كده لا يبتدي شكله يتغير تماما ويبتدي يبقى فعلا شكل الصحه باين عليه، اللمعان اللي في الشعر بيبقى ملحوظ جدا. غير بقى الاكشنز دي، البانسينول ليه ميزه حلوه قوي، بيعمل غلاف على الشعرايه من بره. طبعا الغلاف ده بيبقى ليه ميزتين، الميزه الاولى طبعا الحمايه ووقايه من عوامل بقى خارجيه ممكن تضعف الشعرايه تاثر عليها، سواء كيميكالز، عوامل جو، اي عوامل ممكن يتعرض لها الشعر. الحاجه الثانيه الغلاف ده بيبقى بيزود سمك الشعرايه بقى 10% بنسبه 10% تقريبا زي ما الابحاث قالت. ده بيخلي الشعرايه قويه بالظبط، الناس بقى اللي تقول فتله شعري رفيعه تمام، لا ده هتبتدي تشوف فعلا الكثافه بتاعت الشعر والسمك بتاع الشعرايه ابتدى ازاي يزيد. طبعا معانا ميسي دايما بيقدم لنا عروض هايله وجميله، وميسي هير النهارده بيقدم لنا عرض هايل، والعروض بتاعه ميسي بتبقى متكامله، يعني بحس ان انتوا بتدونا كل حاجه تبقى حلوه كده، عارف اللي هو ايه؟ يعني زودي جمالك، يعني الستات كلهم زي الامارات، يعني هتزود جمالها كمان بكل المنتجات اللي معانا، فعايزين نعرف اكتر على العرض اللي حضرتك جايبه لنا النهارده يا دكتور. الحقيقه العرض المره دي هو عرض طبعا ما حصلش في تاريخ ماسي قبل كده. طبعا في خصم على ماسي هير على كل عبوه، وخصم مش قليل طبعا، خصم كبير. بالاضافه لكده بقى مجموعه كل الجمال دي بقى، مجموعه كل الجمال دي بصراحه مجموعه رائعه، منتقاه بعنايه جدا، بحيث ان هي كلها تكمل بعضها. يعني هي مش منتجات عشوائيه كده، لا، هي كلها بتكمل بعضها بحيث انها زي ما قلنا، يعني ماسي بيحافظ على كل حاجه، يعني بيدينا كل حاجه لجمالنا، يستخدم بقى بصي شعرك، لرجليكي، كل العنايه الشخصيه بالزبط. كل حاجه هلاقيها مع ماسي وجمال ده احنا حرصنا عليه فعلا، واحنا بنختار المنتجات دي تحديدا او الهدايا دي تحديدا. زي اللي بيقولوا بقى فن اختيار الهديه، فن اختيار الهديه. فهناخد يعني طبعا بصراحه هم اربع منتجات مختاره بعنايه شديده. قبل ما ناخد الاربع منتجات طبعا يا دكتور، اسمح لي، في دايما سؤال بيلح علينا في ماسي، او انا مبسوطه منه، ان هو كله اعشاب مش كيميكال، او التركيب بتاعت ماسي هير كلها عباره عن حاجات عشبيه وزيوت طبيعيه جدا جدا، حاطينها انتوا بنسب معينه وبتركيبه سحريه بتاعتكم خاصه بيكم طبعا. عايزين نتكلم بس عن حاجه مهمه جدا جدا بتميز ماسي هير عن بقيه المنتجات الاخرى. في نقطة كده مهمة دايما انتوا في ماسي محتفظين بيها، لانه كل المنتجات اللي منطوق يعني معظمهم، مش عايز نقول كلهم، اللي موجودة في السوق انا بستخدمه لفترة معينة، ولو وقفت استخدامه لاي سبب من الاسباب او لو مش موجود في السوق برجع شعري يقع بكثافة طبعا رهيبة. ده مزبوط. كل الحاجات البرودكت عندنا ماسي هير بيتميز بقى بانه هو مهما استخدمته ووقت ما بطله برجع طبيعية وشعري اصلا ما بيقعش خالص. مظبوط طبعا. يعني المنتجات بست المنتجات اللي حضرتك ذكرتيها دي منتجات بتبقى اعتماديه شويه في الاستخدام، يعني الشخص وانس انه بدا يستخدمها يبقى صعب شويه ان هو يتوقف عن استخدامها، لا اما المشكله هتظل موجوده ويمكن تتزايد كمان لو لا بتتزايد، بيقع اللي طلع بالظبط بيبقى واكتر. ماسي هير ما فيهوش طبعا الجزئيه السلبيه دي، وانس ان انا خدت الاثر العلاجي الكامل بتاعه وعالجت المشكله خلاص، حتى لو وقفت استخدامه مش
هبتدي اشوف المشكله تاني. تمام. بس بقى الميزه بقى بعد كده الاثر التجميلي والوقائي، يعني حتى بس هير نفسه بترش مش على الفرو، على الشعر نفسه، يعني على الشعر نفسه كمان لما بترش على الشعر بيدي للشعر شكل جميل ورائع، بيبان يعني من اول استخدام كمان. اللمع والحاجات الحلوه اللي هو الشعر الحيوي، دي شعر حيوي. وغير كده بقى الوقايه بقى بعد كده بستخدمه دايما معايا للوقايه. احنا يعني كتير قوي بنأذي شعرنا بممارسات كتير طبعا، اكستنشن بقى وتركيب شعر طبعا. بالزبط. كلنا معظمنا يعني بنركب شعر وعارفين يعني ايه تركيب شعر واستخدام بقى، ونروح الكوافيرات ونقطع شعرنا عند الكوافير، فلازم بقى يبقى ايه في شنطتنا على طول. طبعا عندنا دلوقتي العروض بقى، العرض بقى طبعا اللي ما يفوتش هنقول طبعا الهدايا في الكادو الجميله دي. هنبتدي باول حاجه معانا هي طبعا الصابونه، صابونه كالوليت. صابونه طبعا من ضمن مميزاتها الاكشن المضاد للبكتيريا بتاعها. صابونه مطهره بتستخدم طبعا في علاج حبوب، ممكن حب الشباب، الحبوب النشطه اللي بتظهر في الوجه بقى او فتره الصيف قوي دي طبعا، لان احنا داخلين على فتره الصيف فعلا والرطوبه بتبتدي تزيد. الحاجات دي هتبتدي تظهر بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه دي. طبعا هتبقى حل كويس جدا حتى كمان للناس اللي بتبقى اللي بتبقى عايزه تبقى بشرتها او جلدها دايما في حاله نظافه، او دايما تحب التهرب من اول باول، فهتبقى حل مناسب. غير طبعا كده الناس بتشتكي من التعرق الزائد بقى بالذات في فصل الصيف ده، هتبقى حل كويس جدا لمنع ريحه العرق. تمام، حلو قوي. استخدموها كمان كل الناس تقريبا، رجاله ستات، كل رجاله ستات بالظبط. ممكن تستخدم كصابونه للشاور تبقى ممتازه برضه. تالت حاجه، تاني حاجه معانا بقى اللوشن وايت ويلو. وايت ويلو بالظبط، لوشن تفتيح بيبتدي يستخدم لو في مناطق داكنه في الجسم، زي الشائع الشكاوي اللي الناس بتشتكي منها كتير بقى بين الركبتين، الناس بتشتكي الكوع بالذات دي تبقى الاسمرار في الكوع بالزبط. وفي الركاب وفي اللي بتيجي تحت الابط، البيكيني اريا في السيدات برضو بقى فيها شكوى كتيره جدا، اللون الغامق بالظبط. فهو استخدامه اليوم هيبقى حل مناسب جدا في تفتيح المناطق دي كويس وبشكل فعال جدا. هايل. تالت حاجه معانا طبعا السكروفاد. السكروفاد هو كريم عبقري بصراحه بالظبط، لانه بيعالج مشكلتين بجد صعبين ومزعجين جدا اللي هما بنقول عليهم دايما لهمش حل. طبعا. ويعني الواحد بيجي له شكاوى كتير جدا من المشكلتين دول تحديدا، يعني السيلوليت وستريتش ماركس او علامات التمدد. طبعا الستريتش ماركس دي بتيجي لسيدات ورجال، يعني مش سيدات بس، يمكن نقول في السيدات اكتر شويه، بالذات فتره الحمل طبعا بتبتدي تظهر السيده في فتره الحمل بشكل كبير شويه، وده طبيعي يعني مش حاجه مرضيه يعني. فاستخدام سكروفات كريم هيقضي لي على المشكلتين دول بشكل فعال وكويس جدا، وهيسعد ناس كتير قوي يعني. ده حلم كل ست دلوقتي اصلا. هي عيني فاكره ان هي بس اللي عندها المشكله، فهو 90% من الستات عندها المشكله، بس كل واحده بتختار طريقه علاج وبيعالجوها. يعني في ستات ذكيه جدا وبتبتدي العلاج من بدري بالزبط. في ستات بتسيبها بقى ولحد ما الموضوع بيكبر خالص ويبقى حلها والاحسن من دول من طول وقت مدرياها ومكسوفه منها. والاحسن من كده وكده الوقايه بقى. الوقايه والوقايه بقى من البدايه طبعا خير من العلاج طبعا. وطبعا هو برضه في نقطة حلوة ومهمة برضه، إنه ممكن يستخدم فترة الحمل بس من بعد الشهر الثاني. من بعد الشهر الثاني هيبقى آمن، مفيش مشكلة في استخدامه. آمن على الست الحامل. هيبقى بعد كده رابع حاجة معانا بقى النايرينا. النايرينا هو فاجينال دوش أو غسول نسائي. ممكن السيدة تستخدمه طبعًا للأعماش الشخصية اليومية. ممكن يستخدم في بعض الحالات بقى المرضية، العدوى المهبلية اللي ممكن تصيب السيدات، ودي بتبقى منتشرة برضه بتزيد شوية في أكتر فصل الصيف. فهتبقى حل مناسب سواء في الحالة الأولى اللي قلنا عليها الأنالية الشخصية اليومية أو علاجية. وبرضه في حاجة مهمة برضه، السيدة بقى اللي اشتكي من مرض بحالات ولادة طبيعية وحصل ارتخاء في الفاجينال ماسل أو عضلة المهبل، استخدام النايرينا بشكل منتظم هيبتدي يرجع العضلة دي لوضعها الطبيعي تاني، الشدة بتاعت العضلة نفسها بترجع لوضعها الطبيعي تاني. طبعا ده بدون بقى اللجوء لأي تدخل جراحي أو أي انفيسيف تكنيك ممكن يستخدم لحل المشكلة دي. تمام. طبعا في نهاية الفقرة بشكر حضرتك دكتور أحمد،
نورتنا. والمنتجات يا جماعة زي ما قلنا عايزين تحصلوا على الهدية القيمة دي وقت ما بتتصلوا وتحصلوا على كريم ماسي هير سبراي، بتحصلوا على الهدية الجميلة المنتقاة بكل الشياكة دي. ميرسي يا دكتور. في نهاية الفقرة بشكر دكتور أحمد رشاد أحد أعضاء الفريق الطبي، نورتنا يا دكتور. ونطلع فاصل وأسيبكم مع صديقتي العزيزة حنان الحسين. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم في الفقرة دي على الراعي الرسمي للجمال. أكيد عرفتوا بتكلم على إيه، بتكلم على كريم ماسي دورو جولد اللي حقق طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل. المعروف طبعا إن شعار كريم ماسي دورو جولد إنه بيقدر يصغر سن البشرة شكليا 10 سنوات. وكمان ماسي دورو جولد قدر يعمل حاجة مهمة جدا، إنه يحقق المعادلة الصعبة، مش بس كونه إنه هو بيعالج التجاعيد وبيصغر سن البشرة شكليا 10 سنوات، لا كمان بيعالج جميع عيوب البشرة من كلف، نمش، هالات سودة، أثر حب شباب، بقع غامقة. كل ده بقى هنعرفه بالتفصيل مع الدكتورة القمر دكتورة دينا أبو السعود، المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة دينا؟ ازيك يا حنونة. ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. وانت وحشاني موت يا حبيبتي. كلمينا بقى على ماسي دورو جولد اللي عمل طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل. ماسي دورو جولد فعلا حقق طفرة في عالم التجميل. ماسي دورو جولد من أقوى وأفخم وأشهر مستحضرات التجميل في العالم. ماسي دورو جولد كريم ملوش منافس. ليه ملوش منافس؟ لأنه كريم أنا على طول بقول 3 في 1، يعني كريم علاجي تجميلي وقائي في نفس الوقت. ماسي دورو جولد أولا متصنع from A to Z من إيطاليا. كلنا عارفين أن إيطاليا بلد التجميل والجمال والموضة والفاشن. ماسي دورو جولد الوحيد اللي فيه 56 عنصر
كل عنصر بيشتغل على مشكلة ما في البشرة، كل عنصر يقدر يعالج علامة من علامات التقدم في السن. احنا كستات بنخاف من السن موت طبعا. احنا كستات عارفة وانت 20 سنة عادي، لسه العمر قدامنا ولسه نعم. شباب، و30 عادي و40 عادي، بس بقى ايه بتبتدي توصلي من 30 كده بنحس بقلق 35 لا لا 30 لسه صغيرة قوي. عايز اقولك انا عندي عملة لماسي دروجولد 60 و70 و80 حبايبك دول طبعا هوانم قوي يعني. انا بحب قوي الست مهما تكبر في السن ما تقولش اتس نيفر تو ليت. انا احب الست كل ما تكبر تهتم بنفسها اكتر، كل ما تكبر ما تبصش على نفسها في المراية وتزعل. بالعكس مع ماسي دروجولد انت هتحلوي قوي. اي سيده هتكبر في السن مش هتحس انها كبرت وهي بتستخدم ماسي دروجولد. ماسي دروجولد قدر يحقق المعادله الصعبه ان انا كل ما هكبر هصغر، كل ما هكبر هحلو. عارفه انت زي السجاده الايراني لما بيقول لك البنت دي عامله زي السجاده الايراني، كل ما بتقدم بتقدم بتحلو اكتر. فعلا مع ماسي دروجولد انت تقدري تحافظي على نضاره بشرتك سنين طويله قوي. تقدري تحتفظي ببشره العشرينات وانت كبيره في السن. طيب ازاي بقى يا حنان؟ يعني ماسي دروجولد على طول بقول ال 56 عنصر منهم 23 عنصر فعال، اكنك بتشتري 23 كريم في كريم واحد. هتكلم في المقام الاول اللي اتشهر بيه جزيئات الذهب. يعني عايزه اقول لك ان الذهب ليه مميزات لا تعد ولا تحصى على البشره. هو جزيئات ذهب، انا استوقفني قوي كلمه جزيئات ذهب. جزيئات ذهب انت قلتي يعني هو مش ميه ذهب؟ لا لا، في فرق كبير. ده جولد بارتكلز، وكمان مع كل علبه، جوه العلبه طبعا الجارانتي بتاعي ضاع، لكن هو كل علبه هتوصل بيبقى فيه سيرتيفيكت جارانتي ان هو ميد ان ايطالي وان هو ات كونتينز جولد فليكس 23 كارت. لو هتكلم جزيئات الذهب بتعمل ايه في البشره، اولا بتديكي نتيجه النضاره من اول دهنه. يعني انت متخيله كريم بتحطيه بيديكي نتيجه، كريم بتحطيه بتحلوي اون ذا سبوت. ايه الحلاوه اللي بتشوفيها؟ طبعا مش هيخلي يعني مثلا بقول ايه، مش هيخلي عينيك خضرة مثلا، مش ده اللي بقوله يعني. يعني في ناس مثلا تقول لي ايه، انا دكتوره دينا انا حطيته النهارده انا مش شايفه تغيير في بشرتي. ما انت مش ممكن هتلاقي تغيير في التجاعيد، مش ممكن هتلاقي تغيير في الهالات السوداء، انما مش كل الحاجات هتحتاج وقت مع ماسي. لكن انا بقول النضاره من اول دهنه. ايه هي النضاره؟ بتلاقي وشك كله وردي، وشك كله فيه جولد بيلمع، بتلاقي جلوي اكنك حاطه بلاشر على خدودك، لكن انت مش حاطه بلاشر، مش حاطه ميك اب، انت نشطتي الدوره الدمويه بالذهب اللي موجود في ماسي دروجولد. الذهب في المقام الثاني انتي رينكل من الدرجه الاولى. تخيلي انت بتحطي كريم هتعرفي انك هتقدري تعالجي تجاعيد من غير حقن، في ناس كتير بتخاف من الحقن. عندك كمان ذهب بيشتغل از انتي ايج، كله مضادات اكسده. مهم قوي ان انا احط انتي اوكسيدنتس على بشرتي. الذهب كله مضادات اكسده. الذهب ليه ميزه ان هو بيشتغل از ديتوكس، يعني بتحطيه بتنظفي بشرتك، بتشيلي بقى الخلايا الميته اللي مالهاش لازمه دي اللي بتغمقك، بتشيلي التوكسنز، بتشيلي الاتربه اللي بتغمقك، وبتلاقي وشك بيفتح. يعني ايه بقى بيشتغل على الميلانين؟ يعني اي تصبغات جلديه نتيجه افراز الميلانين اكسسيف زيادة. فأنا أقدر أوقف إفراز الميلانين بالذهب اللي موجود في ماسي دروجولد، ووحد لون بشرتي وعالج النمش. احنا في الصيف بقى الناس اللي عندها نمش، ستات عندها نمش بتخاف بقى. يعني أنا عندي واحدة صاحبتي مثلا واحنا رايحين بيتش، يا بنتي انزلي معايا، انا بنزل بحب انزل اخد التام بتاعي من 11 الصبح. هي بقى بتجيلي الساعه 4 5 بقول لها ليه؟ تقولي انا عندي نمش في بشرتي. بتخاف انها تنزل النمش يزيد، فهي قلت لها خلاص استخدمي ماسي. مش قادره اقول لك بقت 9 الصبح على البيتش قبليه ومعاها ماسي دروجولد اكيد على البيتش. ايوه يعني ماسي دروجولد اولا في سان بلوك، ثانيا بيشتغل على صبغه على الميلانين، فبيعالج التصبغات الجلديه. بيقدر يعالج النمش، تصبغات نتيجه الشمس، بيقدر يعالج تصبغات نتيجه كونترسبتيفز معينه وادويه معينه. في ادويه احيانا كوزماتكس تعمل حساسيه، الحساسيه بتبقى حمراء وبتتقلب غلبقان، فبتقدر نعالج الغمقان ده بماسي دروجولد. ده الشباب يا دكتوره دينا اللي بيسيب لون، يعني ساعات اثاره كده بيسيب لون بيبقى غامق بني او اسود، بيبقى مختلف عن لون البشره، فهل يقدر ماسي دروجولد انه يعالج؟ طبعا يقدر يعالج اثار حب الشباب نتيجه احتوائه على الذهب والكافيار كمان. فتخيلي كل الكلام اللي انا قلته ده في الذهب بس. اكن في المقام الثاني كافيار. الكافيار ليه مميزات لا تعد ولا تحصى على البشره. الكافيار وايتنينج ايجنت عالي جدا، يعني مفتح عالي جدا. الكافيار كله فيتامينات، كله احماض امينيه، كله يود.
انت اوريدي لما بتبقي قاعده على البحر بتحبي تقعدي تصوري نفسك سيلفي، انا او انت او اي حد. اول ما بقعد على البحر وانا مش حاطه ولا نقطه ميك، حتى بنزل على السوشيال ميديا صوره ليا انت حاطه فول ميك، مش حاطه حاجه، انا حاطه جلوس وبس. فهو فعلا البحر بيدي اليود اللي بيطلع والفيبرز والابخره بتطلع بتديكي نقاء وصفاء في البشره. فاوريدي الكافيار احنا بنستخرجه من قاع البحر، فتخيلي النقاء والصفاء والبياض بتاع بشرتك هيبقى عامل ازاي. عندك تالت حاجه الفيلر. ماسي درجولت دكتوره دينا، غير الكافيار والذهب في فيلر؟ اه في فيلر وكونسنتريتد، يعني انت عندك ال 120 اللي بيحقنه يا دكتور دينا اللي هو تحت اللي هنا في النيزوليبيا اللي كده موجود في ماسي درجولت؟ موجود في ماسي ومش ملي بقى، لان الحقنه بتبقى ملي. انت عندك ال 120 ملي كلها فيلر. الفيلر مصحح للتجاعيد من الدرجه الاولى، بلس انه بيعمل موسترايزنج، بيعمل رطوبه عاليه قوي. عندك ماده مهمه قوي زي البوتوكس بتشتغل، اسمها اسيتال هيكسا بيبتايد، دي بتعمل مصل ريلاكسنت وتعالج التجاعيد، وخصوصا التجاعيد عند الجبهه الفورهيد. عندك كمان ماده حلوه قوي السيراميد، مش قادره اقول لك اثبتوا في الابحاث زي دكتور اوز ودكاتره جلديين جلديه عالميين ان قد ايه السيراميد مهم للبشره. اعتقد ان السيراميد ده لما ظهر، ظهر اول ما ظهر خالص كان في يو اس اي في امريكا وعمل ثوره كبيره في عالم التجميل. لا وفي سيرمز بس معتمد على السيراميد دلوقتي وغاليه موت. لان السيراميد الماده دي بتقدر تصغرك شكليا 10 سنوات، توقع من عمر بشرتك شكليا 10 سنوات. السيراميد بيشتغل از انتي انفلاماتوري، يعني بيعالج اي التهابات موجوده في البشره. السيراميد يقدر يشد الجلد، يعمل فيس ليفتنج، يعني انا هكبر في السن ويفضل وشي مشدود على فوق، دي حاجه تحفه من غير بقى ما اعمل خيوط او جراحات تجميليه يعني. السيراميد بيقدر يلزق الخلايا ببعضها، فانت تخيلي انك انت بتحطي سيراميد يوميا على بشرتك، مش ممكن. على فكره ماسي درجولد مش بس بيحتوي على كده، ده انت عندك ماسي درجولد كله فيلر. يعني الفيلر كله كولاجين. انا اسفه انا اتكلمت على الفيلر. كله كولاجين. الكولاجين بروتين اساسي لصحه الشعر طبعا والبشره. الكولاجين 30% من حجم بروتينات جسم الانسان كلها عباره عن كولاجين، لكن الكولاجين بعد 25 سنه المعدل بتاعه الطبيعي بيقل. طبيعي انا وانت وكلنا ستات ورجال. بتحصل مشاكل كبيره قوي، يعني وانس ان الكولاجين قل بيحصل مشاكل كبيره جدا، بيحصل تشققات، بيحصل عدم نضاره، بيحصل وش شاحب قوي. فانا لازم اعمل للكولاجين بالانس، لازم ارجع مستوى الطبيعي. ازاي؟ ان ماسي دروجولد كله كولاجين، والكولاجين متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، بلس عندك الذهب والكافيار بيحفزوا على انتاج السيلف كولاجين، الكولاجين الطبيعي. فانت اوريدي بتعملي بالانس. وكمان الذهب ليه ميزه حلوه قوي، ان هو بيعمل بيأخر الديبليشن بتاع الكولاجين، يعني بيأخر تباطؤ الكولاجين، فانت بتعملي محاربه ان الكولاجين يقع من بشرتك او نسبته تقع من بشرتك. فانت عايزه ايه اكتر من كده؟ يعني انا بعزز الكولاجين بتاعي وكمان بديله كولاجين من بره. من بره. فاحنا مش عايزين كستات اكتر من كده، انا عايزه الكولاجين بالانس بتاعي يبقى حلو، عايزه ارجع من بره اغسل وشي الاقي وشي صافي ونضر، عايزه ما اخافش من السن، عايزه ابقى اربعينات خمسينات ستينات سبعينات اوكي انا حلوه. انا جمالي ما راحش، فعلشان كده بقول ماسي درجولد يستخدم لجميع الاعمار. البنت الصغيره اللي عندها 20 سنه تقول لي انا مش محتاجه، لا هي محتاجه كوقايه. يعني انا بقول هي ليه محتاجه؟ اولا انت بتشوفي علامات التقدم في السن مش زي زمان مع السن الكبير. دلوقتي حاليا في الزمن اللي احنا فيه بنات عندها 20 سنه بتبان 30، بتبان اكبر من سنها. العوامل السلبيه اللي بنتحط فيها احنا كلنا كل يوم، عندك الشمس ضاره جدا، عندك الاتربه، عندك التوكسينز الموجوده في الجو، عندك التدخين، عندك الشيشه، عندك عدم شرب الميه، عندك نفسيه مش يعني ضغوطات الحياه بتبان على وشك جدا، وبتبان على شعرك، بتبان على كل حاجه. فازاي اقدر اقاوم كل الضغوطات اللي انا بتعرض لها والاشعه الشمس وكل الحاجات دي في وقت قصير؟ يعني بقول انا اي سيده بتشتغل بتقول لي انا ما عنديش وقت ان انا انزل اروح مراكز تجميل، ما عنديش وقت ان انا احط 70 كريم في اليوم ولا وات ايفر، لا انا بديكي منتج 120 مللي كورس كامل بيتحط بطريقه سهله جدا، مش هتاخدي اكتر من دقيقتين في اليوم. فعلى طول بقول ماسي درجولد مركز تجميل قاعد معاكي في الاوضه. فدي حاجه حلوه قوي، يعني انا فعلا مع ماسي درجولد اتس نيفر تو ليت، مع ماسي درجولد هيفضل
سني هيكبر في البطاقة أكيد، لكن شكلي هيفضل شباب دائما. يعني هو هيغنيني يا دكتورة دينا عن استخدام الحاجات التانية اللي احنا كنا بنستخدمها طبعًا. من كريم نهار، كريم ليل، كريم تجاعيد، سيرم تحت العين، سان بلوك، الحاجات دي كلها استخدم بدلها ماسي دورجولد فقط. بالظبط، بتستخدمي بدلها ماسي دورجولد فقط. بس لو في سيدات متعودة على 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 كريم معين، اقول لها ما هو لا يتعارض مع اي كريمات تانية، وانس انك انت عارفة حضرتك انه مرخص وانه الاورجن بتاعه والمنشا ما فيش اي مشكله استخدمه، حتى استخدمه الصبح، واقدر استخدم ماسي دورجولد بالليل. كنت قلتي لي بقى على مفاجاه هايله. أيوة. لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا، في مفاجاه النهارده هايله جدا وحصريه جدا من شركه ماسي فارم. ايه هي؟ أيوة. بقى يا دكتوره دي؟ اول حاجه طبعا هيبقى في خصم حلو قوي على كريم ماسي دورجولد، دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا بناخد اربع كادوهات مع ماسي دورجولد. العرض ده يا جماعه اقوى عرض اتعمل في تاريخ ماسي. اول حاجه هناخدها مع ماسي دورجولد صابونه كالولايت. الصابونه دي مهمه قوي لاي شباب، مثلا بنات ولاد عندهم اكتيف اكني، عندهم حبوب شباب، اي حد عنده حبوب نشطه، عارفه ساعات بيطلع حبوب حمراء قوي. أيوه. فبتبقى محتاجه حاجه بكتيري سايدل. صابونه كالوليت بكتيري سايدل بتعالج كل الحبوب النشطه. لو حب الشباب يا دكتوره دينا، حب الشباب او اي حبوب. ساعات بيحصل انفكشن يا حنان. اي مايكرو اورجانيزم اخترق البشره هيعمل لك حبوب، بيعمل لك انفكشن. تمام. فتقدري تستخدمي صابونه كالولايت. طبعا يا جماعه صابونه كالولايت مناسبه لكل انواع البشره. عشان يقول لي ايه هو الصابونه دي بتبقى مناسبه بس للبشره الدهنيه؟ لا، هي كمان مناسبه للبشره الجافه، لان هي اوريدي فيها مرطبات كمان. نقدر ناخد بيها شاور بالنسبه للناس اللي عندها تعرق زائد او ريحه مش مستحبه في العرق، لانه بيقتل البكتيريا المسببه لهذه الرائحه. بلس البنات اللي عندها حبوب في البيكيني لاين او ظهرها، هتستخدمي صابونه كالولايت. تاني حاجه، تاني كادو حلو قوي، وايت ويلو. وايت ويلو جاي من وايت يعني تفتيح. لو البنات اللي عندها مشاكل في الركبه، غامق، اندر ارم، بيكيني، كاب، هقدر استخدم وايت ويلو. اقدر كمان استخدم وايت ويلو على ايدي كلها، لانه مرطب تحفه. وبيعالج الكراكت سكين، بيعالج التشققات. طبعا هيستخدم صباحا ومساء، وهو مش بيسيد. يعني يقول لي طب يا دكتوره دينا انا عايزه انزل بسرعه شغلي، هل ينفع احطه استخدمه على ركبتي والبس البنطلون؟ اوكي، لان هو ما بيزيدش. يعني انت هتحطيه وبعديها بخمس دقائق تلبسي لبسك عادي. طب المناطق الغامقه زي السنسيتيف اريا، اللي هي المنطقه الحساسه مثلا بالنسبه لبعض السيدات، في سيدات بتعاني من غمقان شديد في هذه المنطقه، ممكن يستخدموا وايت ويلو؟ طبعا ممكن، هنستخدم وايت ويلو لان وايت ويلو مناسب جدا للسنسيتيف ارياز. ثالث حاجه طبعا سكرو فات كريم. انا ماسكاه صح يا حنان؟ تمام. اوكي، سكرو فات كريم ده كله كولاجين والاستن. البنات اللي بتعاني من الستريتش ماركس في الايد، السيدات اللي في منطقه الثدي، البنات اللي في الرجل من فوق، منطقه الرجل من فوق، الارداف بيبقى فيها ستريتش ماركس وبيبقى فيها سيلوليت. فهي جامده جدا طبعا يا دكتوره دي، ما بنعرفش نلبس ساعات فعلا. وبعدين بتدي عدم ثقه. تخيلي، وعلى فكره الستريتش ماركس والسيلوليت ما بيبانش في سن كبير. بتلاقي بنات عندها 20 سنه تقول لك ايه ده، ايه ده، ايه ده، هو انا كبرت؟ هو انا جلدي بقى عامل كده ليه؟ هنقدر نعالج ده ونشد جلدنا بسكروفاد. سكروفاد تحفه يا جماعه، لانه انا عندي صحابي كتير جربوه مش بيستغنوا عنه خالص. طبعا دول الثلاث هدايا بيطلعوا، ده في العرض بس، عشان بعد العرض هيبقى ماسي دورجولد ده هيرجع لسعره الاساسي من غير الكادوهات، عشان بس تبقى الساده المشاهدين عارفين. تمام. رابع هديه، رابع هديه دي خاصه للستات بس. ده غسول مهبلي. طب يا دكتوره دينا، هو في غسول في كذا غسول موجود في الماركت، ايه الفرق؟ الفرق ان غسول نايرينا هو بكتيري سايدل وذ برود سبيكترم، يعني بيقتل اي بكتيريا ضاره موجوده في منطقه المهبل. بيعالج الاتشنج، بيعالج الحكه، الاحمرار، الالتهابات اون ذا سبوت وانس انك انت استخدمتيه. لان هو كمان في منثول. المنثول اللي هو مستخلص النعناع ده بيديكي كولينج سنسيشن. كمان في حاجه مهمه قوي في غسول نايرينا، انه بيعمل تايتنينج للفاجينال اريا، يعني بيرجع العضله عضله المهبل لوضعها الطبيعي، بالذات الستات اللي فاهمه اللي بتولد كتير بيحصل لها ارتخاء في عضله المهبل. فانا بدون تدخل جراحي او حاجات ليزر والحاجات دي، الحاجات دي احيانا بيبقى ليها سايد افكتس لو ما اتعملتش صح. فانا اوريدي بحاجه فيري سيف اقدر ارجع الفاجينال اريا لوضعها الطبيعي بغسول نايرينا بدون اي تدخل جراحي. بالظبط. تمام. طبعا العرض ده على طول بقول ده اقوى عرض اتعمل لشركه ماسي على ماسي دورجولد.
اتمنى ان كل الساده المشاهدين تقدر تستفاد بالعرض، العرض على كميه محدوده جدا. طب دكتوره دينا، انا دورت عليه مش لاقياه. احنا مسهلين على العملاء بطريقه فظيعه حنين. يعني كتير، احنا دلوقتي حر موت، يعني ان انا انزل في الحر ده واركب العربيه تكييفي مش عارفه بايظ وانزل بقى بعرق وبتاع عشان انزل اجيب ماسي دروجول، احنا قاعدين في بيتنا في التكييف بتاعنا حاطين رجل على رجل وبنتكلم على طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. شركة ماسي عاملة حاجة حلوة قوي، موفرة مناديب في جميع أنحاء الجمهورية. بنوصل لكل حتة، يعني قولي لي كده محافظة احنا مش موجودين فيها، احنا وصلنا لكل محافظات مصر. أولا القاهرة بكل مدنها، مدينتي، المعادي، مهندسين، أكتوبر، كل حتة، زمالك لغاية حلوان، بنوصل على طول في نفس اليوم من ساعة طلب الأوردر بالنسبة للقاهرة. اسكندرية كمان أحيانا كتير في نفس اليوم. لو هنتكلم على حتت بعيدة شوية، المنصورة، لا المنصورة قريبة، الصعيد مثلا، محافظات وجه قبلي بقى، مثلا الصعيد وأسيوط وسوهاج وأسوان كتير، أسوان وأسيوط وقنا وبني سويف، كل الحاجات دي ماكسيمم 24 ساعة من طلب الأوردر لحد البحر الأحمر، لحد شرم الشيخ. دلوقتي بقى مش قادرة أقول لك خط مرسى مطروح بقى كله، يعني من أول العجمي كل المدن الموجودة. فأوريدي المنتج بيوصل في خلال 24 ساعة لو محافظة بعيدة شوية. ايه اكتر محافظة بتطلب منكم بقى يا دكتورة دينا ومبيعات ماسي دروجولد عندها عالية قوي؟ كل المحافظات بجد طبعا. القاهرة بكل مدنها اكيد. اسكندرية كتير 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 طبعا. انا بموت في اسكندرية واهل اسكندرية. المنصورة، الشرقوة، منوفية، كفر الشيخ وكفر، كل حتة. وعلى فكرة وصلنا المراكز كمان. فاوريدي احنا موجودين في جميع انحاء جمهورية مصر. في تقرير هايل يا دكتوره دينا عاملينه، ايه رايك نطلع نشوفه؟ يعني نطلع نشوف تقرير هايل بيوضح تاثير استخدام ماسي دروجولد على بعض النماذج الحيه بين الرجال والسيدات، ونرجع لكم بعد التقرير. واوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا قد ايه كان تاثير استخدام ماسي دروجولد على بعض النماذج الحيه من الرجال والسيدات، فعلا تاثير اكثر من رائع. عايزين نرجع لك بقى يا دكتوره دينا تقول لنا المنتجات دي هل هي مرخصه من وزاره الصحه المصريه؟ طبعا منتجات كل الجمال، صابون الكالولايت والكريم سكروفاد ووايت ويلو لوشن وغسول نيارينا جميعا مرخصين من وزاره الصحه المصريه. عندنا لو هنتكلم على ماسي دروجولد، ماسي دروجولد منتج ايطالي مرخص من ثلاث جهات مختلفه. ثلاث جهات يعني ماسي دروجولد حاصل على الترخيص من ثلاث جهات بالظبط. اول جهه هنتكلم عن انه مرخص من وزاره الصحه المصريه. ثاني جهه كمان مرخص من دول الاتحاد الاوروبي. ثالث جهه مرخص من الامارات، حكومه دبي. معنى كده ان المنتج امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه خالص. يستخدم للسيدات ورجال، ويستخدم لجميع الاعمار ابتداء من 18 سنه. لو هنتكلم على جميع انواع البشره، طب دكتوره زينه انا بشرتي جافه، انت لازم تستخدمي ماسي دروجولد ما دام بشرتك جافه. يعني انت بشرتك جافه، انت عرضه لمشاكل علامات التقدم في السن اكتر من اي نوع بشره تاني. بشرتك جافه هيطلع لك تجاعيد من وانت عندك 20 سنه. بشرتك جافه هيطلع لك هالات سودا ونمش، وشكلك هيبقى اكبر من سنك. فبقول مع البشره الجافه لازم، بنصح باستخدام اصحاب البشره الجافه باستخدام ماسي دروجولد. طب البشره الدهنيه؟ بشره دهنيه ده لازم بقى، يعني بصي كلهم. طب البشره الدهنيه ليه بقول مهم انها تستخدم ماسي دروجولد؟ البشره الدهنيه بتبقى فيري سيلكتيف وفيري بيكي انها تختار كريم اللي هي هتستخدمه. لازم تسال الكريم ده البيس بتاعه ايه؟ الكريم ده بيزيت ولا لا؟ الكريم ده ماسي دروجولد كريم لا هو بيزيت. وانت وانس انك حطيتيه بعديها بدقيقتين مش هتحسي انك انت حاطه كريم ووشك ملزق خالص. ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، يعني كل الكومبوننت صغيره جدا، فبتخترق ثلاث طبقات الجلد. ما بيسيبش اي اويل ستيكس على البشره. مناسب جدا طبعا للبشره الدهنيه، وبالتالي هيبقى مناسب للبشره العاديه والمختلطه كمان. طيب انا اشتريت ماسي دروجولد وخدته بالخصم وخدت معاه الاربع هدايا التحفه دول، استخدمه ازاي؟ طريقه استخدامه سهله قوي زي اي كريم، يعني ده كريم. يعني في ناس بقى بتستخدمه بطريقه غلط خالص. عميله تكلمني مثلا، اشتريته النهارده، كلمتني بعديها بشهرين، دكتوره دينا انا مش شايفه النتيجه، بتستخدميه ازاي؟ بتقولي بستخدمه مره كل 10 ايام. قلت لها بقول لها ليه؟ تقولي عشان يقعد معايا سنتين وثلاثه واربعه. لا طبعا ده كورس. كورس لازم، وحتى مكتوب ديلي مش مونثلي. يعني ما بيستخدمش مره في الشهر، هو بيستخدم ديلي كل يوم، لازم استخدمه كل يوم.
طريقه استخدامه ان احنا بنضغط 4 ضغطات على كف ايدينا وبنوزعه على الوش تحت العين عند العظمه، الرقبه من تحت لفوق، الفورهيد او الجبهه من تحت لفوق. وبيتساب ما بيتغسلش. يعني يقولي ايه طب احطه كام دقيقه على بشرتي؟ هو مش ماسك، هو كريم. فهو بيتساب وبنام بيه عادي جدا. السيدات اللي بتقولي يا دكتوره دي انا بصحى اصلي الفجر، حطيه الساعه 9 بالليل، اصحي الساعه 3 اصلي الفجر، ما فيش مشكله. هو اوريدي بيمتص بسرعه جدا. يعني وبعدين انت بتتوضي بميه فعادي. طريقه استخدامه زي ما احنا شفنا على الشاشه، طبعا من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. شايفه يا حنان قد ايه البنت شكلها قمر فعلا. هنا دلوقتي ما كانتش بتستخدم اي حاجه وكان وشها شحب جدا. أيوة. بعد ما استخدمته وشها فرق اختلف. يعني 180 درجه اختلف خالص. فدي نتيجه النضاره من اول. احنا شفنا الطريقه على الشاشه سهله جدا جدا جدا. شايفه هنا من غير ميك اب خالص. والحمار ده يا دكتوره دينا من ماسي دورو جولد ولا هي حاطه حاجه؟ هو من ماسي. ايه اللي بيعمل كده في ماسي؟ الذهب. الذهب فظيع يا حنان على البشره. الذهب يجنن، يعني مميزاته لا تعد ولا تحصى يعني. فاهمه؟ فطريقه استخدامه سهله جدا جدا جدا، اي حد يقدر يستخدمه سهل يعني. هستخدمه بالليل اهم حاجه، يعني انا على طول بقول بالليل اهم من الصبح. ليه؟ لان استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى من الصبح. طيب انا دلوقتي حقنه فيلر او حقنه بوتوكس عشان اعالج التجاعيد اللي في وشي، هل لو انا عايزه استخدم ماسي دور جولد هينفع استخدمه مع الفيلر والبوتوكس؟ ده كتير من عملائي على فكره بيلجأوا لحقن الفيلرز وبيحبوا حقن الفيلرز بس ما بيقدروش يستغنوا عن ماسي دور جولد مع الحقن. لان لاحظوا ان هم يمكن قبل ما ماسي ينزل كانوا بيحقنوا بس، فكل 4 شهور ولا 5 شهور ترجع تحقن. مع ماسي دورو جولد لا، المده طالت جدا. فاوريدي خلاص ما بقوش يقدروا يستغنوا عن ماسي دورو جولد بالنسبه للسيدات بتحقن فيلرز وبوتوكس. طيب رجال بقى بتتفرج علينا دلوقتي اكيد بيقولوا انتوا كلامكم كله موجه للسيدات، فهل انا كراجل ينفع استخدم ماسي دورو جولد؟ ينفع، مناسب للرجال جدا، وبالذات الرجال اللي ما بتحبش تروح مراكز تجميل، ما بتحبش تحقن فيلرز وبوتوكس. رجال كتير عندها تصبغات تحت العين ويعني هالات سوداء وتصبغات جلديه نتيجه بقى الشمس. يعني انت عارفه عندنا كتير رجال شغلهم اوريدي بيبقى في الشمس على طول، بيستخدموا ماسي دورو جولد ومبسوطين جدا من النتيجه. فاوريدي احنا عندنا عملاء كتير من الرجال ايضا. طب دلوقتي انا استخدمت ماسي دورو جولد يا دكتوره دينا، ابدا الاحظ التحسن بتاع التجاعيد والخطوط وكل الكلام ده من امتى؟ مش بقدر اجزم قوي يعني، ما بقدرش اديكي وقت ثابت او وقت محدد، لان كل بني ادم، انا غيرك انت غير الناس كتير. فكل واحد استجابه بشرته غير الثانيه، وكل واحد مشكلته وصلت لايه. يعني لو مثلا البقعه داكنه جدا 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 مش هتتعالج من اول شهر ولا ثاني شهر، بتبتدي تلاحظي التحسن من بعد الشهر الثالث. سيده ثانيه عندها بقعه فاتحه شويه بتلاحظ التحسن من اول شهر. فانا بحب ادي رينج يعني حنان، يعني من اول من شهر لثلاث اربع شهور. لكن النضاره هشوفها من اول استخدام، احيانا الفيس ليفتنج او شد الجلد برضو من اول استخدام. طيب انتوا ليكوا فروع مش كده؟ ايوه طبعا. قولي لنا بقى الفروع. شركه ماسي شركه مالتي ناشونال، الشركه الرئيسيه متواجده في ايطاليا شركه ماسي فارم ايطالي، شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر، عندنا شركتنا في دبي ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات، قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا. طب انا بقى عايزه اقول لك حاجه، انا دلوقتي واحده بحب الميك اب جدا وبحب استخدم الميك اب على طول، هل هينفع استخدم ماسي دورو جولد وهيغنيني بعد فتره عن اني استخدم الميك اب؟ بصي يعني هو في سيدات بتستخدم الميك اب بتداري عيوب بشره، وسيدات بتحب الميك اب لاجل انها تحط ميك اب يعني. فاوريدي هو لا يتعارض مع الميك اب بالنسبه للسيدات اللي بتحب تحط ميك اب يعني. انا بلاقي ستات كتير تقول لك لا انا انزل من الصبح حاطه الفول ميك اب بتاعي، هي بتحب ده وما عندهاش عيوب في بشرتها. فانا بقول لها السيدات اللي بتحب الميك اب هو مناسب جدا ان احنا نضغط ضغطتين على الوش كله، بنعمل طبقه عازله من اختراق الميك اب للبشره. السيدات اللي بتحط ميك اب عشان بتداري عيوب، الميك اب مش علاجي، الميك اب تجميلي وقتي. وانس غسلتي وشك العيوب كلها هتبان. فبقول هو لا يتعارض مع الميك اب خالص، وفعلا بعد فتره استخدام لو انت بتحطي كونسيلر عشان تعالجي هالات سوداء، ماسي دورو جولد هيعالج الهالات السوداء. لو بتحطي فاونديشن عشان توحدي لون بشرتك، انت هتنزلي بعد كده من غير فاونديشن عشان كل البقع اللي موجوده في خدودك هتروح. فهو لا يتعارض مع الميك اب، وبعد فتره من الاستخدام قد ايه؟ هقول شهرين ثلاثه، هي من نفسها اي سيده هتحس انها هي ما بتقعدش وقت طويل في المرايه تحط ميك اب يعني. طب البشره الخمريه بقى او البشره السمراء اللي بيتفرجوا علينا عايزين يستخدموا ماسي دورو جولد، يعني بيجيب نفس النتيجه اللي بيجيبها مع البشره البيضاء ولا بتختلف حسب لون البشره؟ ما بيختلفش اطلاقا. بالعكس،
البشرة الخمرية والبشرة السمراء لو اديتيها شوية نضارة بتبقى very attractive. يعني أنا عن نفسي بحب جدا البشرة السمراء, بحسها attractive قوي طبعا. فأنتي البشرة السمراء لو ما اديتيهاش نضارة هتبقى لونها مش حلو خالص. يعني 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 انا بقول ايه, السيده السمراء تقول لي انا عايزه افتح, عايزه تفتح ده السمار احلى حاجه. لكن تدي للسمار ده نضاره هتبقي فيري اتراكتيف ليدي يعني. فهو بيدي نتيجه للستات السمر والقمحويات فظيع. طب فكرينا بالعرض بقى يا دكتوره دين. العرض طبعا شركه ماسي فارم عامله اقوى عرض. اولا خصم كبير قوي على ماسي دروجولد, على علبه ماسي دروجولد. مع الخصم هناخد اربع منتجات اسمها شنطه كل الجمال. المنتجات دي عباره عن اول حاجه صابونه كالولايت. الصابونه دي بتعالج الحبوب النشطه ونقدر ناخد بيها شاور عشان بتعالج اي حبوب موجوده في الجسم. كمان وايت ويلو لوشن لتفتيح كل الاماكن الداكنه في الجسم. ثالث حاجه سكروفاد, يعني بيعالج السكروفاد بيعالج الاسترتش ماركس والسيلولايت. اخر حاجه نايرينا, نايرينا فاجينال دوش للسيدات, حلو جدا جدا. يعني كده مش لشريحه معينه بقى يا دكتوره دينا, زي ما كان في ناس كتيره جدا بتقول ان ماسي دروجولد لشريحه معينه من الناس المشاهير النجوم كده. دلوقتي انتوا بعد الخصم ده اعتقد خلاص بقيتوا في متناول الجميع. وعلى فكره حتى من قبل الخصم اوريدي انا عندنا عملاء في جميع شرائح المجتمع وجميع فئات المجتمع. ناس كتير تقول لك انتوا عاملين ده لفئه معينه النجوم والكلام ده, لا لا, احنا موجودين في جميع فئات وطبقات المجتمع. بس الخصم والأوفر على وشك النفاذ, أتمنى كل سنة المشاهدين تقدر تستفاد بالعرض بتاعنا. من سن كام سنة بقى يا دكتورة دي؟ من سن 18 سنة. يعني أنا بنصح إن هو ماسي دروجولد منتج وقائي أيضا, فنستخدمه من سن 18. مش قبل 18 يعني؟ مش هنحتاجه قبل 18. خالص يعني. تمام, بشكرك يا دكتورة دينا وشكرا جدا لشركة ماسي على العرض الجميل اللي هي عاملاه, وفعلا خلت بقى ماسي دور جولد ده بقى دلوقتي في متناول الجميع. ميرسي يا حنان, ومبسوطة قوي ان كنت معاكي النهاردة, ومبسوطة بكل السادة المشاهدين في قناة دريم. ميرسي يا دكتورة دينا. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة, اشوفكم الحلقة اللي جاية. كان معاكم دكتورة حنان الحسيني, استنوني الحلقة الجاية اشوفكم في احسن صحة وفي احسن حال. السلام عليكم. أحد منتجات ماسي جروب.